نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. مرحبا بكم. نبدأ الظهيرة من سوريا، حيث أفاد مراسل الميادين في حلب بأن اشتباكات عنيفة تدور في محيط قرية الشيخ سعيد جنوب حلب وتلت القرية التي كان قد استعادها الجيش السوري وحلفائه، وذلك في وقت يواصلون فيه التقدم داخل قرية الشيخ سعيد واستعادة نقاط عدة. مراسل الميادين أفاد بأن الجيش السوري تمكن بهذه السيطرة من إبعاد الجماعات المسلحة عن طريق الراموسة وتأمينه بالكامل في وقت بات أوتوستراد حلب ومطارها الدولي تحت سيطرة الجيش السوري أيضا. ومن حلب ينضم إلينا مراسل الميادين رضا الباشا. رضا، لو تضعنا في صورة آخر التطورات وما حجم التقدم داخل قرية الشيخ سعيد. نعم رامي، فعلا المنطقة اشتباكات عنيفة عندما دخل الجيش السوري إلى بعض أحياء الشيخ سعيد، استغل بعض المدنيين ما يقارب 26 مدنية غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين، تمكن الجيش السوري من سحبهم من هذه المنطقة تجنبهم نيران المعارك ووصلهم إلى منطقة آمنة على أن يتم نقلهم في وقت لاحق إلى مساكن عدت من أجل استقبال المدنيين الخارجين من الأحياء الشرقية في مدينة حلب. ولكن فيما يتعلق في الوضع الميداني يمكن أن نؤكد بأن الاشتباكات ما تزال مستمرة في محيط الشيخ سعيد بين الجيش السوري من جهة والجماعات المسلحة من جهة أخرى. مع سيطرة الجيش السوري على الشيخ سعيد تحاول الجماعات المسلحة تقريبا قبل نصف ساعة من الآن تحاول أن تستعيد بعض النقاط التي خسرتها في محيط تلة الشيخ سعيد وتلة الشيخ سعيد، الأمر الذي فجر الاشتباكات من جديد بين الجيش السوري والجماعات المسلحة. ومتزال هذه الاشتباكات تقريبا في أوجها مع تواجد كامل للجيش السوري على تلة الشيخ سعيد التي تعتبر حاكمة للمنطقة بشكل كامل وتشرف على غالبية أحياء الشرقية في مدينة حلب، خاصة حي السكري إضافة إلى بعض المناطق في العامرية ومنطقة الراموسة، كما تشرف وتسيطر تقريبا على جزء كبير من أوتوستراد حلب مطار حلب الدولي الذي تم سيطرة الجيش السوري عليها. أمنت هذا الطريق أمام الجيش السوري، ولا نعلم إن كان الجيش السوري سيستمر في العملية العسكرية طبعا في هذه المنطقة، ولكن نعم. هذا التقدم يعتبر تقدم هام، خاصة وأنه مكن الجيش السوري أيضا من إحكام السيطرة ناريا على خطوط إمداد الجماعات المسلحة من الأحياء الشرقية إلى حي السكري وبلدة الشيخ سعيد في الواقع في جنوب مدينة حلب. كل الشكر لك رضا الباشا مراسل الميادين، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة حلب. نبقى في مدينة حلب وننتقل إلى شمالها إلى مدينة الباب، حيث أخفقت محاولة كردية للتقدم نحو المدينة بسبب اعتراض أمريكي في اللحظات الأخيرة على الهجوم الذي كانت تعد له الوحدات الكردية لمهاجمة المدينة الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش. ديما نصيف. الحرب الكردية مع داعش من أجل مدينة الباب في ريف حلب لن تقع، تحييد الأتراك والكرد والأمريكيين لن يبقي إلا على الجيش السوري لاستعادة المدينة. الكرد حشدوا غربا قوات قرب بلدة مارع من أجل منازلة داعش في الباب، وحدات أخرى في العريمة تجمعت شمالا قرب منبج. الجيش السوري في معركة طويلة داخل حلب، الطيران الروسي يقصف دون هوادة وقد لا يتفرغ قبل أسابيع لمعركة من طراز تدمر تنتظره مع داعش في مدينة الباب. الوحدات الكردية تنتهز انشغال منافسيها، الجيش السوري في حلب والفصائل المدعومة تركيا في ريف جرابلس. العملية كانت على وشك الاندفاع نحو فتح معركة الباب وممر من عين العرب نحو عفرين لوصل الكانتونات بعيدا عن المدفعية التركية التي تتقدم من جرابلس. في أطمى الحدودية انتحاري من داعش أباد نحو 50 مقاتلا، قوات درع الفرات السورية الرديفة للجيش التركي خسرت قبل يومين 50 آخرين في تركمان بارح في أشراك وعبوات داعش. درع الفرات التركي يتقدم نحو مدينة الباب عبر ريف جرابلس بالأمتار لكن قتلاه بالعشرات. الانزلاق التركي في أشراك داعش وانتحاريها لا يزال يترك الطريق من الشمال نحو الباب مفتوحة لمن استطاع، لكن
لكن الكرد لن يتحركوا. الأمريكيون بحسب مصادر للميادين أوعزوا لقيادة عفرين الكردية بوقف العملية. الأمريكيون لن يقدموا غطاء جويا للكرد دون مخاطرة مزدوجة. إغضاب الأتراك في لحظة تقارب معهم والاصطدام بحشود سورية جنوب الباب وقوات خاصة روسية في السفيرة شرق المدينة، في حين تعد مروحيات روسية في مطار كويرس لعمليات منازلة مع داعش في معقلها الأخير في شمال سوريا، في تكرار للمنازلة التي أنهت داعش في مدينة تدمر. ديما ناصيف، دمشق، الميادين. وفي جنوب سوريا وجهت وحدات الجيش ومجموعات الدفاع الشعبي ضربات للمسلحين في محيط طرنجة ومزارع الأمل في ريف القنيطرة، ضربات تتكرر وتفشل خطط المسلحين لربط ريف القنيطرة الشمالي بريف دمشق الغربي. محمد الخضر. هدوء على جبهات طرنجة ومزارع الأمل في ريف القنيطرة الشمالي، صمت تقطعه من حين لآخر رشقات الرشاشة. تكرار هجمات المسلحين لم يفلح بتحقيق أي خرق باتجاه مواقع الجيش السوري. الاعتماد على التحصين المحكم وتوجيه ضربات خاطفة أنهكت المهاجمين وبددت خططهم. عم أحمر حرس الصوان كانوا فيه، هلأ ما ضل ولا واحد فيهم. الحاجز أخذوا المستر الغربيته ورجعناه الحمد لله. طرنجي أولا كانت معنا، هلا الحمد لله معانا وما عم تقدموا عليها أبدا. قادسية الجنوب كما أسمتها المجموعات المسلحة في القنيطرة أخفقت في هدفها العريض، ربط بيت جن في ريف دمشق الغربي بجباث الخشب في ريف القنيطرة الشمالي لم يتحقق. مسلحو جبهة النصرة وأحرار الشام حولوا عمليتهم إلى استهداف للمدنيين بالهاون ورصاص القنص. مسلحين في الجبهة الجنوبية يقومون بمؤازرات الطيران الإسرائيلي لتخفيف الضغط عن خان الشيح ودرخبي ولفتح طريق حضر بيت جن جبات الخشب لوصولا إلى الريف الدمشقي. والسرية الرابعة والتل القبعي لهم في المرصاد. الضغط الأكبر تتعرض له بلدة حضر في سفوح جبل الشيخ. قطع المسلحون طريق البلدة الرئيسي مع سيطرتهم على تل الحمرية قبل أسابيع. استهداف شبه يومي للبلدة بالقذائف ما أوقع ضحايا بين المدنيين. والوضع عندنا هون بالبلد مقلق لأبعد الحدود بعد ما سيطروا الإرهابيين على تل الحمرية من أول يوم العيد لحد هذا التاريخ ولحد هالساعة. القصف متواصل على قرية حضار بالهاون والدبابة. لا تبعد جبهات القنيطرة الشمالية أكثر من مئات الأمتار عن الشريط الشائك مع الجولان المحتل، والأهم قربها من ريف دمشق الغربية حيث تقوم وحدات الجيش السوري بعملية عسكرية في محيط خان الشيح ودير خبية. شكل السياج الفاصل بين الجولان المحرر وجولان المحتل مسرحا لتحرك المجموعات المسلحة في مهاجمة مزارع الأمل وبلدة حضر. هجمات فشلت في ربط مسلحي جبات الخشب بمسلحي بيت جن في سفوح جبل الشيخ. محمد الخضر من أطراف بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي، الميادين. سياسيا، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بشأن سوريا اليوم بدعوة من موسكو، ويتخلل الجلسة إحاطة للمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا يقدمها من جنيف. هذا يبحث مجلس الدوما الروسية اليوم الاتفاقية الموقعة بين روسيا وسوريا لنشر مجموعة طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي على الأراضي السورية. وكانت لجنة الشؤون الدولية في المجلس قد أوصت بالتصديق على الاتفاقية. من جهته أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية التابعة للدوما أن اللجنة قد تعقد جلسة في سوريا خلال الأشهر المقبلة. هذا ومن المقرر أن يبحث مجلس الاتحاد الروسي في 12 من الشهر الجاري الاتفاقية. بالاستناد إلى تشريعات بلدنا فإن الاتفاق مطروح للتصديق لأنه يتعلق بالقدرات الدفاعية لروسيا الاتحادية وتوفير السلم والأمن الدوليين. أنا أطلب منكم دعم هذا المشروع. خصومنا في الولايات المتحدة لا يستطيعون التعامل مع زيادة شعبية روسيا في العالم مع كل أسبوع يمر على العملية العسكرية في سوريا. هذا المشروع لافت للنظر، وأتوجه بالشكر لكل شخص عمل ودعم هذا المشروع، ومرة ثانية أدعو مجلس الدوما للمصادقة عليه.
نبقى في روسيا، حيث أعلن مركز مكافحة الإرهاب عن تصفية 6 إرهابيين في أنغوشيا، بينهم مسؤول في تنظيم داعش. السلطات في الجمهورية القوقازية المحاذية للشيشان قالت إن عناصر مكتب مكافحة الإرهاب نفذوا عمليتين منفصلتين ونجحوا في قتل المسلحين، ومن بينهم أحد أمراء داعش وقد عاد مبعوثا من سوريا. حققت وحدات الجيش والقوات المسلحة العاملة في حلب تقدما جديدا في عملياتها على الإرهابيين بعد القضاء على آخر تجمعاتهم في تلة الشيخ سعيد الاستراتيجية في مدينة حلب، حيث أفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت عملية عسكرية خاطفة على نقاط تحصن وانتشار المجموعات الإرهابية في تلة الشيخ سعيد على الأطراف الشرقية للمدينة، انتهت بفرض السيطرة الكاملة على التلة وإيقاع العديد من الإرهابيين قتلى ومصابين. ولفت المصدر إلى أن السيطرة على هذه التلة الاستراتيجية ستساعد وحدات الجيش على رصد تحركات الإرهابيين بدقة في حيي العامرية والسكري، وبالتالي ستقوم بشل حركتهم وإجبارهم على الاستسلام. هذا وتتابع وحدات من الجيش تقدمها باتجاه حيي سليمان الحلبي والصاخور وتضييق الخناق على أماكن تموضع الإرهابيين فيهما. يسجل الجيش العربي السوري حضورا عسكريا قويا مع تصاعد حدة المعارك على محور جبهات سليمان الحلبي في الأحياء الشرقية لمدينة حلب. مجريات العمليات الحربية في الميدان اتسمت بالسرعة الكبيرة وتطبيق جيوب تموضع المسلحين على محاور الجبهة واستنزاف الجماعات الإرهابية في داخل أحياء سليمان الحلبي وحي الصخور تحديدا. قوات الجيش والرديفة أيضا تنفذ مهامها القتالية بشكل متتالي. مع ضربات صاروخية في عمق تمركز هذه الجماعات ومع التأكيد أن الإرهابيين المحاصرين يخوضون معارك خاسرة، دينامو انتصارات الجيش العربي السوري يعمل بالشكل السليم يوما تلو الآخر ليكون في أوج انتصاراته عما قريب. نحن في قلب شركة الكهرباء. الجيش العربي السوري والقوات الرديفة قامت باسترجاع هذا المبنى المؤلف من مباني ضخمة في الحقيقة وإجبار المسلحين على الانسحاب وهم متمركزين في مبنى الإطفائية. الجيش العربي السوري والقوات الرديفة باتت تقترب بشكل كبير من جسر الصاخور. قامت قوات الجيش العربي السوري والقوى الرديفة والمساندة لها بالتقدم إلى شركة الكهرباء مسيطرة على عدة قتل ضخمة من عدة محاور، وتم انسحاب المسلحين إلى شركة إطفاء الصاخور ولم يبقى إلا بضعة أمتار إلى دوار الصاخور. من الأحياء الشرقية لمدينة حلب مراسل الإدارة السياسية. نبقى في حلب حيث تمت عملية خروج عشرات الأشخاص من الأحياء الشرقية للمدينة عبر الممرات الآمنة. وحدات الجيش والجهات المعنية تنقلهم إلى مراكز إقامة مؤقتة. تمكن الجيش العربي السوري من تأمين خروج العشرات من المواطنين جرى نقلهم إلى مركز الإيواء المؤقت الذي جرى تجهيزه في منطقة جبرين. إذا الساعة 6 الصبح الجيش طالعنا كلياتنا، ومننا الطريق ومننا الاكل والشرب وجابنا لهون. كل العالم تريده بس ظروف ما بخليهم، هن ما بخلوهم يجي لهون. فجاه واللي لقينا الجيش قلنا له مدنيه نحن، اطلعوا عليكم الامان. والله طالعنا وجابنا لهون. والله الاجواء صعبه كثير، اكل ما في وتعليم ما في. والله انا عندي 5 اولاد، صار كل واحد عمره 10 سنين ما يتعلم طاوش. كنا باكين بالبيت وجا الجيش دق علينا الباب، قلنا له نحن مدنية، وبعدين قلنا لا تخاف. الشغل صعيد، ما بقى في حدا، ما بقى، والشباب طفشت وراحت. حاجة استوت العالم. هاللي استلموا أهل الإغاثة كانوا شي حايدين، صاروا بالريح كله يعطوا شي جزء والباقي كله يأكلوا يبيعوه. أتمنى إلهي يا ربي تهدي هالموضوع ونرجع بلادنا ونرجع كرومنا على أراضينا. هون كويسين، ما زعجوا ولا
إنسان كلمة. أنتوا أخوتي وأنتوا أهلنا. بتوجيه من السيد محافظ حلب نحن اليوم جينا لنقدم كل المساعدات والدعم من مركز إقامة مؤقت واحتياجات إنسانية كاملة. طبعا في وقت الخروج تم إصابة بعض المواطنين نتيجة استهداف المسلحين لهم. قدمنا لهم كل العون الطبي وتم حالتهم لبعض للمشفى وقدم لهم العون الطبي الكامل. في لجنة استقبال استقبلتهم وقدمنا لهم كل الخدمات الضرورية من الفرش والحرامات والسلة الغذائية ومطبخية وخبز مجاني. وطبعا هن في عندهم احتياجات أخرى عم نأمنها الآن، احتياجات شخصية بتعرفي باعتبار طلعوا ما في عندهم أي شيء. بعدين طبعا في فرق طبية موجودة كانت باستقبالهم، عملت لهم فحوص للجميع. العمليات الرامية إلى تحرير المدنيين الذين تحتجزهم التنظيمات الإرهابية المسلحة تمضي وفق الخطط الموضوعة، والجيش العربي السوري يرصد الميدان بدقة، فعين تتابع خروج المواطنين من الأحياء الشرقية والأخرى تستعيد ما تبقى من مدينة حلب. لأخبار التلفزيون عامر عليوي حلب. وفي متابعة لأخبارنا الميدانية، أكد مصدر عسكري أن سلاح الجوف الجيش العربي السوري دمر مقرا للإرهابيين وقضى على معظم من بداخله شرق الدانة في ريف إدلب القريبة من الحدود التركية، والتي تعتبر مقرا رئيسيا لتجميع وتدريب الإرهابيين المرتزقة الذين يتسللون عبر الحدود بدعم وإشراف من نظام إردوغان. بالانتقال إلى درعا، حيث دمرت وحدات من الجيش عددا من التحصينات ومقرات الرصد والآليات للمجموعات الإرهابية، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين بين صفوفهم، وذلك غرب الجمرك القديم وفي وادي الزيدي وشرق خزان الكرك وشرق شركة الكهرباء بدرعا البلد. أما في ريف حما الشمالي، دمر الطيران الحربي السوري آليات وعربات لإرهابي جيش الفتح في الزلاقيات وصوران وخفسين وطليصية. إلى ذلك أحبطت وحدة من الجيش هجوما إرهابيا بسيارة مفخخة على أحدى النقاط العسكرية في منطقة الباردة قصر الحير الغربي بريف حمص الشرقي، فيما استهدف سلاح الجو محاور تحرك إرهابي داعش في محيط حقل شاعر النفطي، ودمر لهم دبابات وعربات ومستودع ذخيرة في منطقة تلبيسة. بتوجيه من الرئيس الأسد، المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي يقوم بجولة على عدد من النقاط العسكرية في ريف حما الشمالي، ويزور جرحى التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في ساحة العاصي الاثنين الماضي، مقدما واجب العزاء لأسر الشهداء. بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد، قام الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي هلال الهلال بجولة على عدد من النقاط العسكرية في ريف حما الشمالي. ونقل الهلال خلال جولته إلى العناصر العاملة في النقاط العسكرية تقدير الرئيس الأسد لتضحياتهم وبطولاتهم في مواجهة التنظيمات الإرهابية التكفيرية التي تعتدي على الأهالي في المنطقة. وأشار الأمين القطري المساعد لحزب البعث إلى أن محافظة حماة صمدت في وجه الإرهاب بصمود أبنائها وعزيمة أبطال الجيش العربي السوري المدافعين عنها في وجه الإرهاب التكفيري. في 73 تمكن أهلنا ومن سبقونا من سحق الأسطورة التي لا تقهر آنذاك، وهي الكيان الصهيوني. ونحن الآن بعد 43 سنة حكما نسحق أداتهم المجرمة الأخرى اللي هي العصابات المجرمة. ثقوا تماما، العدو واحد والمرجعية واحدة. طبعا نحن موجودين معكم اليوم في هذا الموقع القتالي المتقدم اللي عم تقاتلوا فيها المجرمين القتلة، أيضا لنبلغكم تحية ومحبة قائد سوريا، القائد اللي بنفخر نحن هو قائدنا وقائد مسيرة حزبنا، والقائد العام للجيش والقوات المسلحة السيد الرئيس بشار الأسد. وأوضح الهلال إن بواسل الجيش العربي السوري هم أبطال الأرض وهم حماة الكرامة والعزة، لافتا إلى أن جيشنا العربي السوري بقيادة الرئيس الأسد سيحقق نصرا مؤزرا على التنظيمات الإرهابية التي تخوض حربا بالوكالة عن كيان الاحتلال وأعداء الشعب السوري. أنتوا اليوم بقتالكم وببطولاتكم وبدماء شهدائنا
في ذكرى تشرين بحق لكم ترفعوا رؤوسكم عاليا، لانكم انتم ما عم تقاتلوا عن سوريا بس، ثقوا تماما نحن عم نقاتل عن العالم اجمع، لاني كل ارهابي العالم اجتمعوا الان في سوريا، لكن لهم ولا الداعمين ولا الممولين ولا كل من تآمر وساند وقوى هؤلاء المجرمين سوف يستطيع أن ينال من سوريا. والسبب بسيط، يعني لا يحتاج لكثير من التعقيد في العبارات، لكن هو بعمقه كبير جدا. السبب، نحن بسوريا تكوين الشعب السوري لا يقبل الضيم ولا يقبل الهوان، ودائما هو مرفوع الرأس ولا يطأطئ رأسه كما قال قائد هذه الأمة إلا لله. فأنتم أخذتم هذا الطريق، وبالتالي جيشنا استطاع أنه يسحق كل هالمجرمين في كل أرجاء الوطن. كما تفقد الأمين القطري المساعد لحزب البعث مكان التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا الاثنين الماضي في ساحة العاصي، مؤكدا أن إجرام أولئك التكفيريين لن ينال من الشعب السوري الأبي الصامد مهما ارتكبوا واقترفوا من أعمال إرهابية. كما زار الهلال جرح التفجيرين الإرهابيين في مشفى حماة الوطني، وقدم واجب العزاء لعوائل الشهداء، ناقلا تقدير الشعب السوري لتضحياتهم التي ستبقى البلسم الحقيقي في الحفاظ على منعة وصمود سوريا. مستقر ان شاء الله. لا مستقر ان شاء الله. انا بس بقى عنا عملية هون عزيز عرضها الدكتور على الصورة على الاشعة طمنا شلون الوضع؟ والله رفيق سامي الحمد لله اموره ممتازة حاليا كويس مستقر ان شاء الله. مستقر بعد 40 ساعة من الاصابة الحمد لله. عملنا ضمان جديد ضمان نظيف الحمد لله اموره ممتازة ما في اسهل انت. وكان الأمين القطري المساعد لحزب البعث التقى أعضاء قيادتي فرعي حماة وإدلب لحزب البعث العربي الاشتراكي وأمناء وأعضاء قيادات الشعب الحزبية وقيادات المنظمات الشعبية والنقابات المهنية، حيث أكد الهلال أن حرب تشرين شكلت نقطة انعطاف حاسمة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، وأن الانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة على العدو الصهيوني لا تزال ماثلة في نفوسنا، وهي محطة مهمة أسست لنهج المقاومة. خطوة جريئة قامت بها محافظة حمص، وهي إعادة الحركة والحياة مجددا إلى محطة الانطلاق في الكراج الشمالي بحمص. آراء المواطنين تباينت بين حالة من الرضا عن هذه الخطوة التي تعطي أملا بعودة حمص قلب سوريا النابض، والاستياء منها باعتبار أن مؤسسات الدولة جميعها في الجهة الجنوبية من المدينة، ما يسبب معاناة في التنقل وزيادة في المسافات. مراسلتنا في حمص نقلت لنا الواقع. بعد انقطاع دام لسنوات عادت الحركة والحياة مجددا إلى محطة الانطلاق في الكراج الشمالي بحمص. قرار صدر بإعادة كافة الخطوط العاملة في محطة الانطلاق الشمالية إلى ما كانت عليه. كاميرا المركز الإخباري جالت في الكراج والتقت المواطنين، حيث تعددت الآراء واختلفت وجهات النظر. نحن موظفين كل يوم عم نروح ونجي على الضيعة، عنا سفر يعني والمسافة طويلة بين الكراج والكراج، وعم نعاني كتير على الطريق. هلا صرت عم بدفع سيرفيس زيادة لهون، عم ناكل معنا وقت زيادة، وفي يعني أفي شيء منيح لحتى ينقلونا لهون. بنخاف من القمص على طريق دار الكبيرة فقط لا غير. هلا دوائر الدولة كلها اتصلت بالمنطقة الجنوبية، يعني مو بالمنطقة الشمالية، كتير يعني عم ياكل وقت معنا وكل العالم يعني ما فيه يعني الإمكانية المادية بصراحة، حتى لو كانت شغلة بسيطة، الباصات عددها كتير قليل، بده ينطر الواحد الباص؟ قد ايه بده وقت؟ بده كتير وقت. انا سائق خط حمص الدبوسية. المواطن عم يعاني من جيته من المنطقة الجنوبية للمنطقة الشمالية لعنا لهون كتير يعني. بسبب الدوائر الحكومية كلها صارت بالمنطقة الجنوبية. وما يضل ما يطول كتير انسي لحتى يوصل لعنا لهون. هون دار الكبيرة، يعني من دار الكبيرة لهون أي قذيفة تجي على الكراج تروح العالم كله. في خطر. قرار كتير سيء وبيضر المواطن، نتمنى يعدلوا. ليش؟ لأنه المسافات بتصير بعيدة وفيها عذاب بالتنقل.
نقلة الكراج لهون كتير بشعة وصعبة كتير، لأنه ما بتوصل مثلا من الجامعة لهون إلا بدك ساعة. في آلاف الطلاب والعسكريين والمدنيين بدين ينتقلوا من الجهة الآمنة اللي منتعشي بالحياة لمنطقة ما فيها ولا أي ساكن نهائيا، هي عبارة عن نص حمص الشمالي، من نص حمص من منتصف من ساعة القديمة بحمص لمنطقة الكراجات تعادل 3 كيلومتر، مهجورة من السكان وأي حياة ومهدمة بالكامل. بطلب من الجهات المعنية أنه بس يصير في أمان بالمنطقة، كونه هلأ في مسلحين قريبين على الكراج من هون، بس يصير في أمان بترجع الحياة الطبيعية لهون. بعد ما نقلوا الكراجات لهون كيف فرق معكم أنتم المواطنين؟ هي راحة غير شكل جد، يعني أقرب، يعني كتير كتير رائع، حتى حسينا أنه رجع الأمان أكثر هون. تم تشغيل 18 باص بشكل دائم جافي، وأوقات الزروة الصباحية وأوقات زروة الظهر حسب حركة المواطنين عم يزيد عدد الباصات، فماني شايف أي مشكلة، أنا متابع على أرض الواقع. بداية العمل لابد من وجود بعض الملاحظات سنعمل على تداركها خلال الأسبوع القادم. فيما يخص حركة النقل، حركة النقل مؤمنة بين المحطة الجنوبية والمحطة الشمالية بمعدل 18 باص للشركة العاملة للنقل الداخلي وحدود 22 باص لشركة النور، إضافة إنه الأسبوع القادم راح نعمل على تغيير مسارات بعض السرافيس وخاصة كورنيش الشرقي للوصول إلى هذه المحطة. فيما يتعلق بالبعد عن مركز المدينة وعودة المؤسسات الحكومية، طبعا نحن نعرف أنه معظم الدوائر الحكومية رجعت للعمل إلى دوائرها في مركز المدينة، وعلى خاص الوسط التجاري لمدينة حمص بدأت الحياة الطبيعية ترجع له، فلا بد من إعادة تفعيل الحياة على هذا المحور بين مركز المدينة ومحطة الانطلاق الشمالية. بالنسبة لدخول السرافيس بالوقت الصباحي، سمحنا للسيارات السرافيس تدخل إلى مركز إلى دوار السيد الرئيس قبل الساعة 9 صباحا لتسهيل نقل الموظفين وطلاب الجامعة. أما المغادرة من محطة الانطلاق الشمالي فهي حتما عن طريق التحويلي، والتحويلي آمنة بدليل أنه كل السيارات العابرة لمحافظة حمص الترانزيت القادمة من حلب أو من حما باتجاه الساحل تعبر المدينة من خلال هذه التحويلي. هي خطوة جريئة لإعادة نبض الحياة إلى الجهة الشمالية من حمص، وإن كانت صعبة في البداية لكنها تحمل في طياتها الكثير من الآمال بأن تعود حمص كما كانت، قلب سوريا النابض بالحياة. من محطة الانطلاق في الكراج الشمالي لأخبار التلفزيون، إيمان إبراهيم. بالعودة إلى أخبار نشرتنا، فعاليات اجتماعية وشعبية وشبابية تزور عددا من حواجز الجيش العربي السوري في القامشلي وريفها بمناسبة الذكرى 43 لحرب تشرين التحريرية. في ظل احتفالات الشعب السوري بالذكرى 43 لحرب تشرين التحريرية وتقديرا لبطولات الجيش العربي السوري، زارت فعاليات اجتماعية وشعبية وشبابية عددا من حواجز الجيش العربي السوري العاملة في مدينة القامشلي وريفها، حيث أكد أبناء المنطقة على وقوفهم إلى جانب الجيش البطل الذي يسطر كل يوم أروع معاني الانتصارات. نحن اليوم نقف بهذه الذكرى 43 لنحيي الجيش ونحيي شهداء الجيش، ونقول كل عام وأنتم بخير، وهذا الجيش الذي قاتل الإسرائيليين اليوم يقاتل الإرهاب بكل قوة وشجاعة. لأجل هؤلاء الأبطال الذي سطروا أروع الملاحم في حرب تشرين، واليوم يسطرون أروع الملاحم في لأجل تحرير سوريا من عرق الإرهاب، لهم التحية لدمائهم الطاهرة. هم رجال الحق، رجال استلهموا من تشرين التحرير معاني الصمود والانتصار، وهم اليوم يخطون أروع ملاحم النصر في وطن سيبقى حرا بعزيمة أبنائه وصمودهم في وجه الإرهاب. الرحمة لشهدائنا الأبرار، أعاد الله هذه المناسبة عليكم وعلى وطننا وقائدنا المفدى بالعز والخير والنصر. إن شاء الله تعالى منصورين نحن والقائد بشار الأسد على كل إرهابي وعلى كل مسلح. أكيد نحن صامدين وسوف ننتصر على هذا، كل عام وخير جميعا، وعاد الشعب السوري الحفاظ على هذا التراب هذا الوطن. رجال الجيش العربي السوري الذين خطوا يوما ما تشرين بألوان النصر هم الذين سيكتبون نصرا جديدا بإرادتهم الحرة ودماء شهدائهم الزكية. وبمناسبة الذكرى 43 لحرب تشرين التحريرية، زيارة لأضرحة الشهداء في طرطوس ومعايدة للتشكيلات العسكرية والجرحى من الجيش.
احتفالا بذكرى انتصار حرب تشرين التحريرية وإكراما لمن ضحى ليبقى الوطن صامدا. جهة رسمية وشعبية زارت مقبرة الشهداء في طرطوس وفاء لأرواحهم في ذكرى هذا اليوم المجيد. زيارة إلى إحدى التشكيلات العسكرية في المحافظة كان عربون وفاء لحماة هذا الوطن وتجديدا لنصر مؤزر تصنعه سواعدهم. لا شك أن أبناء وأحفاد الجيش العربي السوري الذي انتصر في حرب تشرين التحرية بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد هو اليوم ينتصر بقيادة أعظم قائد السيد الرئيس بشار الأسد على أكثر من 80 دولة تدعم هذا الإرهاب الغاشم الذي لا يعرف إلا القتل والتخريب. هناك رسالة يبعث بها الجيش العربي السوري لكل العالم بأن هذا الإرهاب الذي دخلتموه إلى سوريا لمحاربة سوريا أن السيد الرئيس مع الجيش العربي السوري سيحمي سياج الوطن، سيحمي سوريا بالكامل. كان هذا الانتصار ساح وقوي ورفع راية الأمة العربية في سماء الأمة العالم كله. ولبلسمة جراح من يدافع عن ثرى هذا الوطن قامت نقابة الأطباء وسيدات سوريا الخير بتكريم عدد من جرحى الجيش في المشفى العسكري في طرطوس. خلنا كل عام وهني بألف خير للجيش كلياته. هدول جرحى هن أبنائنا كلياتهم، هن أكبادنا، نحن لولاهم ما كنا مستمرين بهالوجود أبدا أبدا. تشرين جديد يصنع بأرواح أولئك الشهداء الذين عاهدوا الله والوطن بأن طريقهم طريق النصر لا بديل عنه.